بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا بكم على قناة مستر أستاذ زاد، شرح تفصيل قواعد اللغة الإنجليزية. إن شاء الله موعدنا مع قاعدة جديدة من قواعد اللغة عنوانها ظهر قدامي وهو The Present Perfect Tense. إن شاء الله بسم الله على بركة الله هنتناولها كالآتي. أول حاجة بإذن الله بنتعرض ليها هي عنوان القاعدة، واللي بيقول لك The Present Perfect Tense أو ما يعرف باسم الزمن المضارع التام. زي ما قلنا يا شباب ان اي زمن بناخده لازم نعرف اولا معناه بالعربي ومدلوله علشان نقدر ان شاء الله نفهمه ببساطه شديده جدا. بيقول لك هو زمن يعبر عن فعل او حدث بدا في الماضي واثره لا يزال موجودا في الحاضر. يبقى المضارع التام ده عباره عن فعل انت قمت بيه، عملته فعلا، وهذا الفعل كده بنسميه فعل وقع. لكن الحدث اللي انت قمت بيه ده هو له اثر، هذا الاثر موجود في الحاضر. يعني مثلا نقول ببساطه شديده جدا، لو انت كنت كويت قميص ليك او هدوم رايح ترتديها، خلاص حدث الكي لهذه الملابس وقع، لكن الملابس لسه موجوده في الدولاب بتاعك، انت ما لبستهاش. يبقى الايه ده اللي احنا بنقوله، الحدث بتاع الفعل، الاثر بتاع الفعل اللي انت قمت بيه لا يزال موجود. الهدوم اللي انت كويتها لسه قاعده في الدولاب، لو كانت ماما طبخت لك اكله ماشي، حدث الطهي وقع بالفعل، لكن الطعام لسه ما حدش تناول منه، يبقى الاثر بتاع هذا الفعل موجود. ماشي يا سيدي. طب تعال نشوف القاعده اللي هنشتغل عليها عشان نعمل جمله في زمن المضارع التام. لو كان الفاعل بتاعك هي او شي او ات، هجيب مع هاز مع تصريف تل فالاساسي في الجمله وبتكمل جملتك. لو كان الفاعل اي او وي او يو او ذي، هجيب مع هاف ثم تصريف ثالث وبكمل جملتي. كلام حلو خالص. اي قاعده شباب زي ما قلنا ليها حاجه اسمها جايدنج ووردز، كلمات داله، يعني الكلمات دي لما تشوفها تعرف ان هذه الجمله زمنها لازم يكون كذا. ايه الكلمات اللي لما نشوفها نعرف ان الجمله دي لازم تكون مضارع تام؟ خلي بالك ان الكلمات دي برضو بنقول عليها ظروف زمان، عايز تقول عليها روابط، براحتك زي ما تسميها، سميها كلمات داله. المهم عندي لما اشوف كلمه من اللي قدامك دول ما بين القوس الاولاني والقوس الثاني، اي كلمه من دول تشوفها اعرف ان الجمله دي present perfect tense، زمن مضارع تام. وخلي بالك ده بيقولوا عليه المضارع التام البسيط، لان هناخد ان شاء الله في حلقه قادمه باذن الله حاجه اسمها المضارع التام المستمر. خلينا دلوقتي مع المضارع التام فقط. والكلمات الداله عليه فور المعنى الحرفي ليها لمده، سنس وللمعنى الحرفي ليها منذ، اوريدي معناها بالفعل، جاست معناها توا او حالا، بيكوز معناها لان او بسبب كذا، ريسنتلي معناها مؤخرا او حديثا، واختها ليتلي بنفس المعنى مؤخرا او حديثا، سو فار معناها حتى الان، وابتل ناو زيها ماشي بيديني نفس المعنى، ايفر ونيفر دول اختين، واحده فيهم معناها ابدا والثانيه بمعنى مطلقا، ويت معناها بعد او حتى الان. تعال بقى نطبق الكلمات ونشوف هنعملها ازاي في كل صياغه من الصياغات اللي احنا عايزينها. نبدا باول كلمه وهي فور. فور المعنى الحرفي ليها زي ما قلنا لمده، ويجب ان ياتي بعدها مده زمنيه محدده. يعني ايه يا مستر مده زمنيه محدده؟ يعني يا سيدي حاجه من دول، يا اما تجيب وراها 3 years مثلا، او 3 سنين، او 2 months شهرين، 5 days خمس ايام، ever لما اقول forever معناها للابد، لما اقول for more than كذا لمده اكثر من كذا، لما اقول for a long time معناها لفتره طويله. تقول لي يا مستر for a long time دي مده محدده؟ اقول لك اه، مش انا قلت ان هي مده طويله حددتها، for a short time عكسها لمده قصيره، او for a day لمده يوم، for ages لمده عصور، for an hour لمده ساعه اللي هي المده الزمنيه ال 60 دقيقه، for half an hour لمده نص ساعه، for 6 hours لمده 6 ساعات، for several hours لساعات عديده، for the last week للاسبوع الماضي كله او طوال الاسبوع الماضي كله. خد بالك من حته the last دي، لان بعد شويه هجيب لك حاجه تاني مع سنس مختلفة عندي يا شوية. يبقى لازم بعد فور يجيني مدة زمنية محددة، حاجة بنفس الشكل اللي انت شايفه قدامك، عشان اقدر استخدمها مع زمن المضارع التام، واميز بينها وما بين اختها اللي دايما بتعمل مشكلة ماشي، اللي هتيجي بعد شوية اللي هي مين؟ سنس. تعال نشوف مثال على فور. المثال بيقول لك ايه؟ I have studied English for 8 years. انا ادرس اللغة الانجليزية بقالي قد ايه؟ بقالي 8 سنين. تعال نطبق القاعدة اللي فوق ده هي على الجملة اللي تحت. الفاعل اي اهو، ها نجيب له مين؟ نجيب له هاف يا فندم، هاف موجود اهي. التصريف التام في اساس الجمله اللي هو ايه؟ ستادي بقى ستاديت. الله يا مستر، بالمناسبه انت تقصده بالتصريف التام؟ اه، التصريف التام في اساس الجمله اللي هي الاختصار البي بي اللي انت شايفها دي، باست بارتيسيبل اوف ذا فيرب، معناها ان لو الفعل بتاعك قياسي في زمن الماضي البسيط وبيقبل الاي دي ماشي، بيقبل الدي ماشي، بتحول الواي لاي وتضيف اي دي ماشي، المهم ان هو يكون قياسي، بدأ
عندما ضفت له الاي دي او الدي او حولت الواي لاي اي دي كده بيجي اسمه توصيف ثالث. طب لو كان شاذ، لو كان شاذ عده على ايدك مثلا جو وانت جون، ده اسمه توصيف ثالث، جون هتبقى توصيف ثالث وقيس عليها زي ما انت عايز. يبقى الفعل القياسي تصريفه الثالث هو عباره عن ان انت تحطه في شكل الماضي البسيط، شكل الفعل ماشي، لكن الجمله بتاعتي بتبقى زي ما قلنا ايه كده، بيبقى تصريف ثالث وبيبقى واخد شكل المضارع التام باضافه نهايات الماضي البسيط. ده الفعل بيتحول لتصريف ثالث لو كان قياسي. طب لو كان شاذ عد على ايدك ثلاث مراحل، او الجو وينت جون كده اسمه تصريف ثالث، او الايت ايت ايتين ده كده اسمه تصريف ثالث وهكذا. المهم نرجع ونكمل الجمله ثاني. ادي الاي اهي معاها هاف، وادي ستادد فعل قياسي في الماضي البسيط، كل اللي عملناه حولنا الواي الى اي وضفنا اي دي فبقى تصريف ثالث، وبكمل المفعول به ثم فور ثم مده زمنيه محدده اللي هي 8 years. طيب يبقى القاعده الحمد لله انطبقت على الجمله. تعال نروح للمناكف واللي بيضايق دايما مع فور، مين؟ الابلا سنس، ودي اختها في القاعده، لكنهم هم الاثنين كل واحده فيهم ليها فكره مختلفه. الفرق ما بين فور وسنس واضح جدا الحمد لله ان احنا جايبينهم لك في شريحه واحده. سنس يأتي بعدها بداية مدة زمنية، يقول لك بداية الحدث لكن ما يقولكش نهايته، تمام؟ فور بتحدد المدة اللي تمت فيها الحدث. المهم سنس جاي وراها يقول لك تو كلوك، تو كلوك معناها الساعة 2 مش ساعتين، يعني الساعة 2. طب احنا دلوقتي الساعة كام؟ ما قاليش. اقول لك سنس واجيب وراها مثلا يسترداي منذ الأمس، سينس ساندي ده اسمه ايه بقى؟ ظرف زمان. سينس ساندي منذ يوم الاحد، ها سينس لاست ويك، واخد بالك؟ لاست ويك من غير ذا، فوق ما كانت مع فور جاي معاها ذا. اقول سينس مي منذ شهر مايو، سينس وينتر منذ فصل الشتاء، سينس 2005 سينس هيز بيرث منذ مولده، طب احنا دلوقتي امتى؟ ما قاليش. سينس هيز ديث منذ وفاته وهكذا. سينس لانش منذ فتره ايه؟ الغداء. سينس ذن منذ ذلك الحين، سينس ذا 20th century منذ القرن العشرين، طب احنا في قرن كام؟ ما بيقوليش وهكذا. سينس هيز تشايلد هود منذ طفولته، سينس ذا تايم منذ ذلك الوقت، سينس ذا ايج اوف كذا منذ سن كذا. المهم ان سينس زي ما انت شايف كده ياتي بعدها بدايه المده الزمنيه، لكن استغرق قد ايه الحدث بالظبط ما بيقوليش، ولذلك ده اللي فرق بينها وما بين مين؟ ما بين اختها في القاعده فور، لكن هما الاثنين زي ما قلنا كل واحده فيهم ليها شكلها. المثال ظهر قدامنا بيقول لك I have studied English since 2014. الله، طب ما الجمله دي هي هي اللي فوقها يا مستر، اقول لك هي هي، بموجبتها انها هي هي، قاصد عشان اوريك الفرق ما بين فور وما بين سينس. فور جبنا وراها مده زمن واحده اللي هي 8 years. طيب دلوقتي احنا في سنه 2022، ما احنا خلاص دخلنا خلاص فيها بقى احنا تمام. يبقى لما تجيب انت 8 سنين، طب انت لو عايز ده دول، يبقى احنا بقى منذ العام 2014، يبقى سينس جاي بعدها بدايه المده الزمنيه اللي بتكلم عليها. طيب نروح لحاجه جديده وهي اوريدي. ايه معناها اوريدي؟ اوريدي بالعربي معناها بالفعل. يعني ايه بالفعل؟ يعني الحدث وقع واكتمل وانت ما شفتش ولا اي حاجه منه ولا لحظه فيه نهائيا. تعال نشوف المثال. بيقول لي المثال بيقول لي he has already broken the window، he has already broken the window، هو كسر الشباك بالفعل. ايه الدليل ان هو كسر، ان كسر الشباك ده حدث في فتره انت ما شفتش منه ولا حاجه؟ قال لك he is mending it now، ده بيصلحه دلوقتي. بدا معنى انه انتقل من فعل الكسر اللي هو فعل منافي تماما لفعل الصيانه، انت خلاص اتكسر، لا ده راح لحاجه تاني وهي الصيانه، ده معناه ان فعل الكسر وقع من فتره عدت. جميل، تعال نشوف وضع اوريدي الطبيعي فين. الفعل اهو ثم هاز او هاف ثم اوريدي ثم التصريف الثالث، تمام؟ ده وضعها الطبيعي في القاعده اللي بيميزها عن باقي الكلمات اللي بتستخدم مع المضارع التام، ماشي؟ ولسه بعد شويه هناخد اختها سينس، هناخد اختها جاست، هناخد اختها جاست اللي بتديني بعض المشكله خفيفه معاها لكن هنحلها ان شاء الله. نرجع ناكد على ان اوريدي مكانها الطبيعي فاعل هاز او هاف مع اوريدي ثم تصريف ثالث، تمام؟ طيب هو ده مكانها الوحيد؟ قال لك ممكن اوريدي تغير مكانها لما نكون بنعمل سؤال، لما نكون بنعمل سؤال هتلاقي الفعل، لو مثلا سؤال بيبدا بفعل مساعد هتلاقي الفعل المساعد بتاع القاعده اللي هو مين؟ اما هاف يا هاز، وبعد كده الضمير ثم التصريف الثالث، وتلاقي اوريدي جايه في اخر حته وعلامه الاستفهام بعدها على طول. زي الجمله اللي قدامي هاف يو فينيشد كوكينج اوريدي، هل انتهيت من الطهي بالفعل؟ والسؤال اللي هنا هو واخد شكل ايه؟ معقوله انت كده انجزت فعلا؟ فبنقول لها صيغه التعجب اللي قدامك ذاتس انكريدبل، هذا شيء لا يصدق، معقول انت فعلا خلصت؟
يبقى اذا اوريدي ممكن تغير مكانها، بدل ما هي موجوده ما بين هاز او هاف والتصريف الثالث ممكن تيجي في اخر السؤال زي ما احنا شايفين قدام. تعال نروح لجاست اللي بتعمل مشكله مع اوريدي، زي ما من شويه كانت فور بتعمل مشكله مع سينس والعكس صحيح، جاست بتعمل مشكله مع اوريدي. ليه؟ في بعض الناس بتخلط ما بين جاست اوريدي. اوريدي معناها بالفعل وجاست معناها توا او حالا. الفرق الشاسع ما بين الاثنين ان جاست الفعل يدوب اللي انتهى وممكن انت تشوف اخر لحظه فيه. يعني ايه يا مستر؟ يعني بص على المثال ده اللي بقول لك ايه؟ آية has just done her homework, she is collecting her books. آية دوب اللي مخلصة الواجب بتاعها. طب ايه الدليل؟ ان هي بتجمع الكتب. يبقى الانتهاء من الواجب مترتب عليه فعل تاني له علاقة بيه اللي هو تجميع الكتب. خلاص؟ ده يدل لك ان فعل اللي هو أداء الواجب ده انتهى توًا للحظات بسيطة جدًا عدت، أنت ممكن تشوف تكون شفت آية وهي بتلم في الكتب بتاعتها أو في آخر لحظات من إيه؟ من أدائها الواجب. لو قارنت ما بين اوريدي وجاست هتلاقي الاثنين جايين فين؟ الفاعل ثم هذا وهاب، ادي جاست وادي اوريدي، ادي التصريف الثالث، يبقى مكانهم في الجمله المضارع التام واحد ما بين الفعل المساعد اللي هو هذا وهاب والتصريف الثالث. الحته دي ما فيش فيها فرق. ايه الفرق فيهم او بينهم؟ المدلول. الجمله اللي هي دي اللي هي زي فوق كانت هي از منك ات ناو، والجمله اللي تحت شي از كولكتنج هير بوكس. الجملتين دول المكمله في الاولى فوق والمكمله في الثانيه تحت هم اللي بيقولوا لك انت محتاج اوريدي ولا جاست في جملتك. تعال نروح لكلمات اخرى من الكلمات الداله على المضارع التام، وصلنا ل سو فار او اب تل ناو اللي هم الاثنين بدون ايه بمعنى حتى الان. تعال نشوف الجمله المكتوبه. حمزه has written 6 letters so far او up till now. يا اما تقول دي يا اما تقول دي، لان هم الاثنين بالعربي بدون نفس المعنى بمعنى حتى الان. ادي الفاعل وادي هاز طبعا عشان تناسب حمزه، ثم تصريف ثالث، وبكمل جملتي وادي سو فار واب تل ناو. دي كلمات من كلمات المضارع التام، كلمه جديده من كلمات المضارع التام، وهي كلمه بيكوز اللي هي المعنى الحرفي ليها لان او بسبب. خلي بالك بيكوز بدات تحشر نفسها في قواعد كتيره جدا، واحنا خدنا لها كذا مثال قبل كده على قواعد اخرى غير المضارع التام. تعال نشوفها في المضارع التام تيجي ازاي. بص على الجمله، هي كانت ووك بيكوز هي هاز بروكن هيز ليج. لو امعنت النظر كده هتلاقي ان جمله بيكوز جمله بيكوز جمله بيكوز، وبركز جدا جدا على حته جمله كذا، لان ده من الشباب الرابط الزمني او ظرف الزمان اللي انت بتستخدمه ككلمه داله على الزمن. يهمني جملته هو زمنها ايه، يعني بيكوز الحته اللي وراها دي اللي هي هاز بروكن هيز دي اسمها جملتها. جملتها زمنها ايه؟ زمنها مضارع تام. مثبت ولا منفي مش مشكله معايا، لان احيانا بيكون ينفع النفي ينفع الاثبات مع بيكوز تحديدا. ماشي؟ طيب طرف الجمله الثانيه في ايه؟ طرف الجمله الثانيه في جمله في زمن المضارع البسيط العادي جدا خالص اهو. ماشي؟ لا يستطيع المشي، هي كانت ووك ما يقدرش يمشي، بنفيها. ماشي؟ خلاص كده؟ المهم قدامي جمله اقتضت النفي في هذا الطرف. المهم عندي ان بيكوز انا هو جملتها مضارع تام، الجمله في الطرف الاخر مضارع بسيط وفي شكل النفي. بقول لك هو لا يستطيع ان هو يمشي، يعني دلوقتي هو مش قادر يمشي. طب ليه؟ لانه كسر قدمه. يبقى حدث الكسر للقدم وقع لكن اثره لسه موجود، ما قادرش يمشي حتى الان. تمام؟ طيب لو غيرت بيكوز مكانها وطلعت اول جمله، يعني قلنا بيكوز هي هاز بروكن هيز ليج هي كانت ووك، يحصل حاجه؟ ما يحصلش اي حاجه نهائيا. تعال نروح لنفي المضارع التام. كيف يتم نفي المضارع التام؟ وهو كالاتي، لو الفاعل بتاعي هي او شي او ات هجيب معاها هازنت ثم تصريف ثالث ثم ات. وخلي بالك من حاجه، ان المضارع التام من الازمنه اللي له اكتر من شكل في النفي، يعني في كذا حاجه تستخدم لنفي المضارع التام. المضارع التام ناكد على المعلومه، هي شي ات مع هازنت مع تصريف ثالث واخر الجمله بتاعتك فيها ات اللي هي معناها بعد وحتى الان. واخد بالك ان انا بجيب لك الكلمات الداله على الزمن، كل كلمه بجيبها في سياق علشان تعرف انت مكانها فين. طب لو كان الضمير عندي اي او وي او يو او ذي هتجيب هافنت، هتجيب تصريف ثالث بعدها سميت. طيب تعال نشوف مثال على ده. المثال بيقول لك ايه؟ وي تمام، يبقى يناسبها هافنت تمام، وادي سنت تصريف ثالث. بيقول لك بعدها اور ليترز، وادي كلمه يت معنى الجمله، لم نرسل خطاباتنا بعد، يعني احنا ما بعتناش الجوابات لسه. حلو جميل جدا. يبقى ادي الفاعل وي هافنت، وادي تصريف ثالث من سند سنت سنت، وادي المفعول به اور ليترز، وادي يت. ماشي جميل جدا، حلو خالص. تعال نشوف مثال ثاني. الاء هازنت برينتد ذا مسج يت. الاء ده تساوي شي،
بنجيب وراها hasn't، ثم printed ده فعل قياسي كل اللي عملناه ان احنا ضفنا له اي دي، وبعد كده ده مسج ثم يت في اخر الجمله، وده شكل من اشكال نفي زمان المضارع التام. ماشي يا سيدي. في شكل تاني او صيغه تانية ان انت تجيب الفاعل هي او شي او ات مع هاز مع نيفر مع تصريف ثالث. نيفر ليها معناها ابدا او مطلقا، تمام، ولو كان اي او وي او يو او ذي هتجيبها مع هاف مع نيفر مع تصريف ثالث. طيب تعال ناخد المثال وبعدين نحكي في حته بسيطه. شوف المثال ده بيقول لك ايه. هي هاز نيفر ايتن بيتزا. الله يا مستر، انت كده جبت لنا فوق من شويه نفي بهازنت واخر جمله في يت، دلوقتي جايب لنا نفي بهاز نيفر وما فيش حاجه هنا في اخر الجمله. ايه الفرق ما بين النفي بي هازنت او هافنت وفي اخر الجمله في يت، والفرق ما بينهم مع هاز نيفر وتصريف ثالث او هاف نيفر وتصريف ثالث؟ الفرق ما بين النفي بيت طبعا نوت مع يت ونيفر اللي هو الفعل المساعد مع نيفر مع تصريف ثالث، الفرق بينهم ان النفي بيت نفي مؤقت للحدث، يعني انت بتنفي الحدث نفي مؤقت، ده معناه ان انت مش اول مره تقوم بهذا الفعل، انت عملته قبل كده بس النهارده تحديدا او الحدث ده تحديدا انت ما عملتهوش حتى الان. يعني مثلا لما بقول لك وي هافنت سنت اور ليترز، لم نرسل خطاباتنا بعد. هم عمرهم ما ارسلوا خطابات قبل كده؟ لا، ارسلوا خطابات كتير و و و و، لكن الخطابات بتاعه النهارده او بتاعه الحدث ده تحديدا هي اللي لسه ما اتبعتتش. لكن لما اقول هي هاز نيفر ايتن بيتزا، ده معناه انه نفي بات وقاطع لهذا الحدث فيما سبق تماما، يعني صاحبنا اللي بيتكلموا عنه ده عمره ما اكل البيتزا فيما سبق نهائي. يبقى النفي بنيفر نفي قوي وبات وقاطع، النفي بنوت مع يت نفي مؤقت للحدث. معلومة جديدة وهي دبليو اتش كويستشنز، والسؤال اللي فيه كلمة استفهام في المضارع التام البسيط زي ما بيقولوا دبليو اتش، اللي هي كلمة الدبليو اتش دي وحدها اختصار أي كلمة استفهام، ثم هذا الفعل المساعد بتاعك أو هاف، ثم الفعل ثم تصريف ثالث، وبتكمل وتحط علامة استفهام في الآخر. تعال نشوف المثال. وات، يبقى دي كلمة استفهام، ها أدي هاز علشان اللي أنا بتكلم عنه ده آية اللي هو الفعل بتاعي، ثم ريتن هي تصريف ثالث وبكمل لحد الآخر. المهم وات هاز آية ريتن أون ذا إنترنت، هي آية كتبتها على الإنترنت، سؤال بكلمة استفهام والدنيا فيه ماشية تمام لحد الآخر. تعال نشوف الإجابة. خلاص وضي كلمة استفهام، لما أجي أجاوب ما أجيبهاش تاني. أبدأ بمين؟ أبدأ بالفاعل، يبقى ببدل الفاعل، أحرك مكانه من جوه جملة أطلعه بره في أولها، لأن خلاص ده ما بقاش سؤال ده بقى جملة. يبقى تيجي ايه؟ تيجي شي، طبعا كان ممكن استخدم ايه مفيش مشكله، ولو جبت ضمير مفيش مشكله. المهم شي، ها هاز قاعده تناسبها، اه قاعده تناسبها التصريف التالت، يبقى كده دي جمله في المضارع التام، فاعل مع هاز مع تصريف تالت، ان ايميل ده اللي هو المفعول بيه، وبكمل لحد الاخر تو هير فريند. يبقى كده شفنا ازاي نعمل سؤال بكلمه استفهام وازاي نرد عليه. طب تعالى نروح للسؤال اللي بنسميه يس نو كويستشن، ودي قلنا الاسئله اللي مفيش في اولها كلمه استفهام، في اولها ايه؟ في اولها فعل مساعد اللي هو بتاع القاعده. تعال نشوف ازاي هنشتغل عليها. هتلاقي هاز او هاف اللي هم الافعال المساعده بتاعت القاعده بتاعتك اللي هي المضارع التام، ثم الفاعل، ثم التصريف الثالث، وهنا بتكمل بيه باقي الجمله لحد ما توصل لمين؟ ليت. يبقى احنا كده واخدين كم استخدام ليت؟ خدنا لها استخدامين، من شويه خدناها في نفي جمله المضارع التام، ودلوقتي بناخدها في احد صياغات الاسئله، لان برضو المضارع التام الازمنه اللي فيه كذا صياغه في السؤال، كان ليه كذا صياغه في النفي ولي كذا صياغه في السؤال. دلوقتي بنشوف صياغه سؤال يكون فيه كلمه يت اللي هي معناها بعد او حتى الان. تعال نشوف المثال. هاز الا لوجد انتو ذا انترنت او انتو، يعني انتو او انتو الاثنين ينفعوا. ذا انترنت يت، هل الا دخلت على الانترنت بعد او حتى الان؟ شوف بالك، خد بالك من الصياغه. هاز ماشي تمام يا سيدي عشان الا، ثم اهي اديه السبجكت اهي، ثم التصريف التالت اللي هو في كلمه لوجد، وبعد كده بكمل وادي اخر السؤال في ايه؟ في كلمه يت. ماشي يا سيدي. طيب ليه انا جاوبت بنو؟ علشان اقول لك اني محتاج اجيب يت علشان جاوبت بنو. هجاوب بيس بعد شويه بس لحظه واحده. المهم لو هجاوب بنو يبقى تقول نو، بعد كده الفاعل بتاعك اللي يناسبه ان كان هازنت ولا هافن، ثم التصريف التالت، وتكمل جملتك لحد الاخر وتحط ايه؟ وتحط يت. فبقت الجمله نو شي هازنت لوجد انتو ذا انترنت يت او اونتو ذا انترنت يت، الاثنين ينفعوا. لو هتجاوب يس الكلام يختلف. ليه؟ هتقول يس ثم الضمير بتاعك وبعد كده هو هاز او هاف، وهتجيب من عندك اوريدي اللي هي معناها بالفعل،
والتصريف الثالث وبتكمل جملتك لحد الاخر. يبقى احنا لما جينا نعمل سؤال بيت استخدمناها في السؤال، لما جينا نجاوب عليه بنو استخدمناها في الجمله المنفيه. لكن لو هتجاوب بيس على سؤال في كلمه يت في اخره، يبقى انت محتاج تجيب حاجه عكسها خالص تؤدي الى وقوع الفعل، فبتجيب ايه؟ بتجيب اوريدي. ولذلك قلنا يس شي هاز اوريدي لوجد انتو ذا انترنت او انتو ذا انترنت. صياغه جديده من صياغات السؤال في زمن المضارع التام ومفيش فيها كلمه استفهام، يعني تبدا بفعل مساعد، هتلاقي هاز او هاف اللي هم الافعال المساعده بتاعت المضارع التام، ثم الفاعل، ثم تصريف ثالث، وهنا باقي الجمله، وفي اخر السؤال كلمه ريسنتلي اللي هي معناها مؤخرا، او اختها اللي هي اسمها ليتلي وبرده معناها مؤخرا او حديثا. خد بالك ان الاثنين ينفعوا في السؤال، ريسنتلي تيجي في السؤال وليتلي تيجي في السؤال، الاثنين ينفعوا فين؟ الاثنين ينفعوا في السؤال. ودينا كده خلي بالك احنا بنطبق كلمات او ظروف الزمن الداله على المضارع التام. ريسنتلي هي جايه في اخر السؤال، واختها ليتلي برده جايه في اخر السؤال، يا دي تيجي يا دي تيجي، ما ينفعش اثنين في جمله واحده. طيب تعالى لو هنجاوب بقى هنعمل ايه، ولو هنعمل سؤال هنعمل ايه؟ تعالى نشوف بقى السؤال. ادي هاف علشان الفاعل يو وتصريف ثالث ميت اهو، وبيكمل مفعول به جديد في الجمله ريسنتلي، وبعد كده ليتلي. اقول ايه؟ هاف يو ميت احمد ريسنتلي او ليتلي؟ هل انت التقيت باحمد مؤخرا؟ انا بكلم واحد بقول له هل انت التقيت باحمد مؤخرا؟ ادي هاف ويو عشان طبعا هاف علشان يو ثم تصريف ثالث ميت اهو، وادي احمد اللي هو المفعول به ريسنتلي ماشي او ليتلي، يا اما دي يا اما دي. بما ان ده سؤال يبدا بفعل مساعد، يبقى انت محتاج يا اما تقول نعم يا اما تقول ايه؟ يا اما تقول لا، لان كلمه هاف هنا في اول الجمله معناها هل. ماشي؟ طيب تعال نجرب لو هنقول ايوه، لو هنقول يس الاول نعمل ايه؟ بص يا سيدي، هقول يس وبعد كده اقول الفاعل اللي هو الضمير اللي هنا يو لما تطلع في بدايه الاجابه هتتحول الى اي، ينفع معاها بالحمد لله طلعت ينفع اهو. وبعد كده ريسنتلي ميت احمد، الجمله هنا فيها اثبات، بما ان فيها اثبات احنا القاعده اصلها بيقول لك نفضل ان نيجي معاها ايه؟ نيجي معاها ريسنتلي في الاجابه المثبته. تقول يس اي هاف ريسنتلي ميت احمد، وده الوضع الطبيعي لريسنتلي انها تيجي ما بين الفعل المساعد والتصريف الثالث. في صياغه ثانيه ليها انك انت ممكن تقول برضو يس واي هاف ميت احمد ريسنتلي، جبت ريسنتلي فين؟ جبتها في اخر الجمله. يبقى ريسنتلي ده ينفع تيجي ما بين الفعل المساعد والتصريف الثالث او حتى في اخر الجمله. وكده احنا جاوبنا بيس. طب لو هنجاوب بنو الوضع مختلف. نو اي هافنت ليتلي، يبقى نقدر نقول من ده ان ليتلي تيجي في الجمله المنفيه ماشي، او الاجابه المنفيه. يبقى نقول تاني الكلام. نو وادي الفاعل مع هافنت او هازنت طبعا حسب الفاعل، وادي ليتلي ثم التصريف الثالث وبتكمل جملتك. فقلنا نو اي هافنت ليتلي ميت احمد، هي دي الصياغه الوحيده. قال لك لا، ممكن تقول ايه؟ نو اي هافنت ميت احمد ليتلي. يبقى ريسنتلي تنفع تيجي وسط الجمله وتنفع تيجي في اخرها، ليتلي تنفع تيجي في وسط الجمله وتنفع تيجي اخرها. ريسنتلي الافضل والقاعده بتقول انها تيجي في جمله مثبته، وليتلي تيجي في جمله منفيه. طبعا بدات تظهر بعض الحاجات اللي ممكن تقول لك ينفعوا، دي تنفع هنا ودي تنفع هنا، او الاثنين ينفعوا في الاثبات ينفعوا في النفي، لكن انا اميل دايما لاصل القاعده، والاستثناءات بتبقى يعني مش في قوتها ابدا. تعال نروح لصياغه تاني من صياغات السؤال في زمن المضارع التام. يا لهوي كل دي صياغات، كل دي صياغات. الصياغه الجديده فيها هاز او هاف ثم الفاعل ثم ايفر ثم ايفر، تمام؟ ودي ايه بعدها؟ تصريف ثالث وبتكمل سؤالك وبعد كده علامه استفهام. تعال نشوف المثال ده. هاف يو ايفر سين ا لاين، هل سبق ليك وشفت اسد؟ ادي هاف علشان الضمير اللي انا بتكلم معاه مين؟ بتكلم مع يو. وادي ايفر وادي التصريف الثالث وكمل سؤالك لحد الاخر. هل سبق ليك ورايت اسد؟ تعال نجاوب ونقول نو. الله، طب ليه مثلا ما جبتش بيس؟ لاني قاصد استخدم نو عشان اجيب لك نيفر في الاجابه، تمام؟ فبقول نو لا يا عم، ها وادي الفاعل اللي هو اي، كان يو في السؤال فوق، تمام؟ اي تناسبها الحمد لله اتسطرت، ها وبعد كده نيفر عشان انفي الحدث فيما سبق تماما، ثم التصريف الثالث وبكمل جملتي الاخر. طبعا ايفر كده جت فين؟ جت في السؤال. ونيفر جت فين؟ جت في الاجابه المنفيه، لان لو هجاوب بيس ما ينفعش اجيب نيفر خالص. تعال نروح لحاجه جديده وهي الباسيف، ازاي نصيغ المبني للمجهول في المضارع التام، يعني المضارع التام اخليه ازاي مبني مجهول. بص يا سيدي، نشوف في الاول الجمله
ادي شي هاز فيد ذا هنز، الفاعل شي، دي كده اسمها جمله اكتف. وادي الفعل المساعد هاز علشان شي، وادي التصريف الفعل في الجمله، جمله المضارع تام، وادي المفعول به. جمله بسيطه جدا من العناصر الاساسيه فاعل وفعل ومفعول. ازاي بنحول الجمله من اكتف الى باسيف في المضارع التام؟ يعني ازاي تبقى مبنيه للمعلوم ونحولها الى مبني المجهول؟ ابدا بالمفعول به في الجمله الاصليه، دي اسمها اوبجكت، وبعد كده هات من عندك هاز بين او هاف بين، هاز بين او هاف بين. هاز بين لو كان الاوبجكت ده يساوي هي او شي او ات، وهاف بين لو كان اي ضمير غير كده. حلو جميل. بعد كده بنجيب التصريف الفعل الاساسي في الجمله اللي انت اشتغلت عليه اساسا، والحمد لله عشان الجمله هنا زمانها تم فهتلاقيه موجود اساسا، يعني فين هنا جاي على شكلها تستخدمها هي. تمام. بعد كده باي، ثم لما غير الفاعل مكانه جاء من اول الجمله راح اخرها، تمام، هنكتب له صحيح كلمه سبجكت، لكن هو كده حاليا يعتبر واقع مكان المفعول. تعال نطبق القاعده ونجيب الاجابه. مين المفعول به في الجمله الاصليه؟ ذا هينز. تمام. طيب ادي كده الاوبجكت هو ذا هينز. طب يناسبها هاز بين ولا هاف بين؟ لا، هينز دي تساوي ذي، يبقى نجيب مكانها هاف بين، او مش مكانها نجيب لها هاف بين. تمام. وبعد كده نجيب تصريف تاني اللي هو اساسا جاي، بتخدم قوي معاك حكايه الازمنه التامه دي في حكايه الاكتف والباسف. تمام. وبعد كده باي اهو، ادينا ماشيين بالقاعده. ثم هير اللي كانت في الاصل شيء، لكن لما غيرت مكانها جت في اخر الجمله بقت مفعول به. طيب تمام، يبقى احنا كده شفنا ازاي نحول الجمله من اكتف الى باسف في المضارع التام. تعال نروح لمجموعه من الملحوظات، وهنبدا بالملحوظه الاولى اللي بتفرق لي ما بين جون وبين. ايه حكايه جون وبين دي؟ جون دي التصريف الثالث من جو، جو وانت جون معناها يذهب. طب دي بين دي ايه دي؟ ايه بين دي؟ بين دي التصريف الثالث من فيرب تو بي اللي هو فعل يكون، اللي هو كان في المصدر بي، وبعد كده بقى ام واز وار، وبعد كده ووز وير، وبعد كده بين. الله. طب انت جايب الشرق حطيته عند الغرب ليه؟ لان الاثنين دول لما بستخدمهم في زمن المضارع التام بيدوني معنى ذهب بالعربي. لكن في فرق بينهم، واحده بتقول لي ذهب للمكان ولسه موجود فيه اللي هي جن، وبين بتقول لي ذهب الى المكان وعاد منه. وضح اكتر يا مستر. تعال نشوف مثال. هي هاز جون تو لندن، هو ذهب الى لندن. طيب هي از ستيل ذير، يبقى ايه اللي خلاني استخدمت جون في الجمله دي اللي هي هي هاز جون تو لندن؟ ايه اللي خلاني خدت جون ما خدتش بين؟ علشان الجمله الثانيه اللي بيقول لك هي از ستيل ذير، لانه لسه موجود هناك. يبقى جون تيجي للحديث عن الشخص اللي ذهب لمكان ولسه ما رجعش منه. عكسها تماما بن، بيقول لي هي هاز بين تو لندن، هي از باك ناو، ده رجع. يبقى لو جايب لك جمله تشوف الامتحان بيقول لك هي هاز، وجايب لك الحته دي فاضيه، اهي الحته دي فاضيه اللي هي مكان الاحمر اللي هنا سواء جون او بن، وبعد كده جايب لك تو لندن. طب انت كده اخد مين انا في الاجابات؟ جايب لك في الاجابات جون وجايب لك بن، تختار مين فيهم؟ اختار بناء على الجمله اللي بتكمل اللي تميز واحده عن الثانيه. لو لقيت هي از ستيل ذير يبقى انت عايز جون، لو لقيت هي از باك يبقى انت عايز بن. ملحوظه جديده ومهمه جدا 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 على قاعده المضارع التام، بيقول لك خلي بالك من استخداماتك لنيفر وايفر في فكره المقارنه والتفضيل. ازاي الحكايه دي؟ فاكر قاعده مقارنه الصفات وتفضيلها والهيصه دي؟ تمام. نيفر وايفر من الكلمات اللي ينفعوا يجوا في هذه القاعده. تعال نشوف ازاي. هنبدا بنيفر ونستخدمها الاول في شكل مقارنه. بص كده على المثال ده، اي هاف، ده مضارع تام. I have never seen a more exciting film than this one. انا عمري ما شفت فيلم اكثر اثاره من هذا الفيلم. خد بالك من صيغه الجمله، اهي جمله مضارع تام، مش ادي فاعل معاها، وادي تصريف تالت اللي هو سين، وحشرنا نيفر في النص علشان نديها فكره النفي. طب ادي المقارنه اهي، مور مع صفه طويله مقطع، وادي زان، وبكمل الناحيه الثانيه. يبقى انا كده استخدمت نيفر في ايه؟ استخدمتها في المقارنه، في جمله مقارنه ايه؟ مقارنه الصفات. ودي الصيغة قدامك واضحة. طب تعالى نشوف مثال تاني. I have never seen such an exciting film. ده اسمه بقى تفضيل. ليه بقى؟ لأن أنا ما جبتش طرف ليه؟ طرف للمقارنة، فبقى اسمه تفضيل. يبقى أنا استخدمت نيفر مرة في مقارنة الصفات ومرة في تفضيلها، فبقت I have never seen such an exciting film. أنا عمري ما شفت فيلم أكثر إيه؟ أو إيه يعني بمثل إثارة هذا الفيلم. طيب تعالى نشوف ايفر ممكن نستخدمها. This is the most exciting film I have ever seen. وده فرق في الصياغه ما بين ايفر و نيفر. شوف نيفر كانت جايه ازاي؟
الفاعل مع هاف او هاز ثم نيفر ثم تصريف ثالث وصدش او ان، واكمل الصفه طبعا ايه لو كان طويل المقطع وما الى ذلك. طبعا ايه مع الفرج لو كان صفه قصيره هيبقى ايه واخده شكلها بالاي سي تي. طيب لو جبناها مع ايفر بقى هتبقى ايه this is او it is او اي حاجه من هذه الصياغات، وبعد كده the most عشان دي صفه طويله مقطع، وبعد كده الفاعل مع have او has مع ايفر مع تصريف ثالث، يبقى كده احنا استخدمنا نيفر وايفر في فكره مقارنه الصفات وتفضيلها. ونروح لملحوظه جديده واللي بتقول لك خلي بالك كويس جدا 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 من الملحوظه اللي جايه. الفاعل مع has just وتصريف ثالث او الفاعل مع هاف جاست مع تصريف ثالث ماشي، دي بتساوي فاعل وراه جمله زمانها ماضي بسيط مع جاست ناو او امومنت اجو. يعني تعال نشوف المثال اسهل. بص كده يقول لك احمد هاز جاست ليفت، الجمله دي كده اسمه مضارع تام، احمد يدوب اللي ماشي. الجمله دي يساويها ايه؟ يعني نفس المعنى والمدلول بتاع الجمله دي يساويها ايه؟ يساويها ان انا اقول احمد ليفت جاست ناو، يبقى ادي الفاعل وراها ماضي بسيط اللي هو ليفت وكلمه جاست ناو، جاست ناو معناها الان تو او امومنت اجو. يبقى جمله المضارع التام اللي فيها فاعل مع هاز او هاف مع جاست مع تصريف ثالث دي اسمها مضارع تام، بتساويها جمله فيها فاعل مع ماضي بسيط وجاست ناو او امومنت اجو. بكده شباب الحمد لله نكون انتهينا من شرح قاعدة المضارع التام البسيط، لان ان شاء الله في قاعدة تانية اسمها المضارع التام المستمر، وبنصحك انك انت تدرس القاعدتين دول مع بعض. يعني ما تقوليش يا مستر طب انا جاي فين عندي في المنهج المضارع التام بس، فكده خلاص مش محتاج المضارع التام المستمر. لا، القاعدتين دول كل واحدة فيهم بتفيد التانية، وبالتالي ان شاء الله لازم انصحك ان انا اقول لك لازم تشوف الفيديو بتاع شرح القاعدتين المضارع التام اللي هي اسمها The Present Perfect Tense والمضارع التام المستمر اسمها The Present Perfect Continuous Tense. القاعدتين دول بيكملوا بعض. ان شاء الله انتظرنا في قواعد اخرى من قواعد اللغة الانجليزية، ان شاء الله هنبسطها لك ونوصلها لك بافضل طريقة واسهل طريقة ممكنة. ان شاء الله انتظرنا مع Expert Teacher معلم خبير اللغة الانجليزية مستر عزت. ان شاء الله انتظرنا في المزيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.